يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل: رأيت رجلا على زوجتي على زوجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترتها بغطاء لكان أفضل لك، هل هذا حديث صحيح أم غير صحيح؟ قول مرة ثانية يا شيخ. يقول: عندما قال له الرجل رأيت، عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا على زوجة على أو على امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترتها بغطاء لكان أفضل لك. لا ده كلام جميل جدا يا شيخ. هذا ده الجنون، تستحي ان تقول هذا الكلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لو سترتها بردائك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بان عصب الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب ما تبوس ايده كمان وقول له خليك حنين الله يكرمك وبتاع وامشي. ايش اللي بيحدث هذا يا شيخ الله يكرمك؟ هذا انا والله ابرأ الى الله. لان خلي بالك انت اصلا صحه الاحاديث او ضعف الاحاديث تنظر المتن معارض ولا مش معارض. أما قال الله جل في علاه: عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم. هذا أصلا أمر معروف. هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: من رأى منكم منكرا إيه فليستره. صح ولا لا؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليغيره. ده من أشد المنكر. هو الآن تقول له استره، الله يسترها علينا وعليكم يا شيخ الله كريم. الراجل بيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. انا ما ادري هو ابو بكر اصلا الذي جاء عنه ان رجل جاء ان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله اقم علي الحد، اني اخذت امراه ففعلت فيها فعلت معها ما يفعل زوجي من زوجي غير اني لم اطا. يعني ايه؟ فاخذ جاء حضنه، صح كده، عانق، قبل، مست البشره، كل شيء الا الايلاج، عشان تعلم ان هذا ايضا ليس كبيره. وهذا حق ابو هريره، قال: التقبيل صغيره ليست كبيره، عشان بس لا نضع الشيء في غير موضعه. وهو يعني ويعني ايش اقول ان كل اللي فعله ده صغيره؟ ان ممكن صلاتين يغفر هذا. لما انت اصلا بقى لما يجد واحد مثلا ماشي مع واحده ايدي في ايديها مثلا وكده يقول لك الزنا، وترى الدنيا قامت لم تقعد، لا سيما اذا كان اخ مثلا وقع في بعض معصيه من الصغائر، هذه صغائر تغفر، واي حد ممكن يقع في هذا الباب، لاننا لسنا بايش؟ بملائكه. المشكله كل المشاكل هو التجرؤ على الكبيره، استخفاف الديانة يظهر في التجرؤ على إيه؟ على الكبير. فلما جاء أبو بكر جذب الرجل، قال: يا رجل لا أحد يعلم، سترك الله فاستتر بستر الله واسكت. قال: لا والله حتى يطهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر لما سمع قال: تعالى يا رجل سترك الله فاستتر بستر بدنك. قال: لا والله حتى يا رسول الله افعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه وصلى، وبعد ما صلى قال، وهذا كان تشريع لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت أتوضأ، أحسنت الوضوء، أسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب قد غفر الله لك. طار الرجل. قال: ألي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي عامة. وقرأ قول الله جل في علاه: ها أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن سيئات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو. لكن انه شايف واحد بيزني يقول له استرها، لا شيء، انا مش ده شيطان رجيم. لا، انا لا ارى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الاحوال. وهي المشكله اصلا ان هو لو مر عليه، لو هذا يفعل ذلك في الممر، يبقى احنا في ايه؟ في علامات ساعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهم يتسافدون تسافد الحمر.